أهلا بكم من جديد. حضر سعادة وزير المواصلات والاتصالات المهندس كمال بن أحمد محمد رئيس مجلس إدارة شركة مطار البحرين حضر توقيع اتفاقية امتياز مدتها 5 سنوات أبرمتها شركة مطار البحرين مع شركة STC البحرين لتشغيل فرع لخدمات الاتصالات من مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي. وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة مطار البحرين السيد محمد يوسف البن فلاح أن مبنى المسافرين الجديد سيعمل على مضاعفة سعة الاستيعابية للمطار إلى 14 مليون مسافر سنويا، والذين سيكون معظمهم من الزائرين الدوليين، معربا عن ثقته في أن ما توفره شركة STC البحرين من منتجات وخدمات عالية الجودة سيساهم دون شك في إبقائهم على اتصال بذويهم وأعمالهم بسهولة ويسر أثناء إقامتهم في مملكة البحرين. أصدرت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية لشهر يناير من العام 2020، حيث يشتمل التقرير على بيانات عن الواردات والصادرات وطنية المنشأ وأرقام إعادة التصدير. التقرير التالي يستعرض تفاصيل هذا التقرير. قامت بورصة البحرين بعقد ورشة عمل حول سوق البحرين الاستثماري لمجموعة من الشركات الكويتية سريعة النمو لاستعراض الفرص المتاحة لهذه الشركات، والتي تتطلع إلى التوسع والنمو عبر الإدراج في سوق البحرين الاستثماري. وحضر الورشة 8 من ممثلي الشركات المختلفة كجزء من الجولة التي عقدتها شركة بريليانت لاب للاطلاع على المنظومة الداعمة لريادة الأعمال في البحرين. ووفقا لقواعد سوق البحرين الاستثماري، فإنه يتعين على الشركات تعيين إحدى الشركات الاستشارية المتخصصة قبل وخلال عملية الإدراج، وفي المقابل فإنه يتعين على الشركة الاستشارية المتخصصة المعنية توفير الدعم وخدمات الاستشارة للشركات الراغبة في الإدراج في سوق البحرين الاستثماري. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى إغلاقات البورصة لبداية تعاقدات هذا الأسبوع، نبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع تجاوز 3% مغلقا التداولات عند مستوى 1604 نقاط، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا قطاع الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم 1,903,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 524,000 دينار تم تنفيذها من خلال 74 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على سهم قطاع الخدمات.
أما بالنسبة إلى باقي البورصات الخليجية مشاهدينا، وكما نلاحظ على الشاشة ساد اللون الأحمر على الإغلاقات في نهاية تداولات اليوم، وذلك بسبب ضعف الأسهم العالمية وأسعار النفط مع الانتشار السريع لفيروس كورونا في دول عدة. وكما نتابع، كانت بورصة الكويت أكبر المتراجعين في نهاية إقفال اليوم بإقفال يتجاوز 10% عند مستوى 5991 نقطة. أكد وزير المالية المصرية الدكتور محمد معيط أن الإشادات الدولية باستمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري تفتح آفاقا رحبة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وأوضح أن مصر أصبحت الأكثر جذبا لتدفقات محافظ الأوراق المالية بالسوق الناشئة أو بالأسواق الناشئة خلال عام 2020، واحتلت بحسب تقرير دويتشه بانك خامس أكبر تمركز للأجانب وثالث أكبر تراجع في أسعار الفائدة. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة فتح مجالات محفزة أمام القطاع الخاص للشراكة في عملية التنمية الشاملة بما يحقق النمو المستدام الذي يرتكز على الإنتاج والتصدير والاستثمارات ويخلق المزيد من فرص العمل. نشرتنا مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. نائب وزير العدل الياباني يتوجه إلى لبنان بهدف إعادة كارلوس غصن إلى المحاكمة. نقلت وكالات أنباء روسية عن الرئيس فلاديمير بوتين أن أسعار النفط الحالية مقبولة وأن روسيا تمتلك الأدوات للتعامل مع أي آثار سلبية لانتشار فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي. وأضاف بوتين أنه ينظر إلى مجموعة أوبيك بلس كآلية فاعلة للحفاظ على الاستقرار طويل الأجل. ونقلت وكالة الإعلام الروسية أنه من الصعب التنبؤ بتحركات أسعار النفط بعد نزول مزيج برنت عن مستوى 50 دولارا للبرميل. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالانتقادات لرده على تهديد فيروس كورونا الجديد باعتباره خدعة أعدها أعداؤه السياسيون. وعلى الرغم من مخاوف انتشار الفيروس، قال ترامب إن الفيروس لا ينتشر على نطاق واسع في الولايات المتحدة بسبب الإجراءات المبكرة التي يتخذها هو وإدارته. وأظهرت بيانات جديدة صادرة عن الصين أن القطاع الصناعي الصيني سجل انخفاضا حادا في مؤشر مديري المشتريات إلى 36 نقطة في شهر فبراير، منخفضا من 50 نقطة في شهر يناير، ويعتبر ذلك انخفاضا تاريخيا. وفي تداعيات لانتشار فيروس كورونا، ختمت الأسهم الأوروبية أسبوع التعاملات منخفضة بنحو تريليون و500 مليار دولار في أسوأ أداء أسبوعي لها منذ الأزمة المالية في عام 2008، حيث أدى الانتشار السريع لفيروس كورونا خارج الصين إلى عمليات بيع مضطردة تخوفا من ركود اقتصادي. وتراجعت جميع مؤشرات القطاعات الأوروبية تراجعا كبيرا مع تصدر قطاعات الكيماويات والتأمين والاتصالات بانخفاض تجاوز 4% لكل منهم. يتوجه نائب وزير العدل الياباني إلى لبنان للتأكيد على ضرورة أن يمثل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق للمحاكمة في اليابان. وقالت وزارة العدل اليابانية إن المسؤول ويدعى هيرو يوكي يوشي سيلتقي بمسؤولين في وزارة العدل اللبنانية يوم الاثنين. وكان كارلوس غصن الرئيس السابق لتحالف رينو ونيسان لصناعة السيارات قد هرب من اليابان أواخر العام الماضي بينما كان في انتظار محاكمته في جرائم مالية، حيث ينفي كل الاتهامات المنسوبة إليه.